طيب على مستوى السكايب عندنا طبعا كمان مهم جدا ان احنا نتواصل مع يعني كمان خبراء في هذه القضيه، قضيه مهمه جدا جدا. معانا ماريتسيو كوستانسي، طبعا ده مدير اكاديميه نادي اتلانتا الايطالي والمسؤول عن ما بين قوسين قطاع الناشئين هناك دلوقتي. كلام نتكلم معاه. ماريتسيو مساء الخير، اهلا بيك في شاشه قناه النادي الاهلي، بنرحب بيك. مساء الخير على الجميع، والشرف لي التواجد على قناه النادي الاهلي، وبالنسبه لي هذا فخر لتواجدي على قناه احد اعظم الانديه في افريقيا والوطن العربي، لان النادي الاهلي فريق هام جدا، فريق يتخطى فقط في بطولات القارية ريال مدريد، وهذا لو تعلمون شيء عظيم، وهذا فخر لتواجدي على هذه القناه. كمان شرف وجودك معانا، طبعا بما انك طبعا كمان على مستوى الاكاديمية مسؤول عن اكاديمية كبيرة، يعني حلقتنا النهاردة في المحترف بنتكلم على دور الاكاديميات في تفريغ اللاعبين المميزين على المستوى المحلي والمستوى الدولي. شايف هذه المعادلة ازاي، وايه اللي بيتطبق من خلال وجودك هناك في ايطاليا لافراز لعيبة مميزة سواء على المستوى الاندية او كمان فرز لعيبة ذو مستوى دولي لخدمة المنتخبات الإيطالية؟ أنت تتحدث عن موضوع كبير وهام ومعقد في نفس الوقت، صحيح، لأن تفريغ المواهب والبحث عن نجوم أمر يحتاج إلى الكثير من العمل والكثير من الوقت، لأن الهدف الرئيسي الذي نعمل به في الأكاديمية تفريغ لاعبين ناشئين يستفيد بهم الفريق الكبير الفريق الأكبر، هذا يجنبنا صرف العديد من الأموال من أجل جلب لاعبين جاهزين. وهذه رسالتي، أن الدور الرئيسي الذي يجب أن يقوم به مدير الأكاديمية ومدربين الأكاديميات يجب أن يعمل عن تفريغ المواهب من أجل أن يستفيد به الفريق الآخر الفريق الكبير فريق النادي. يجب على الجميع في الأكاديمية أن يعمل وأن يعمل بجد، لأن هناك شيئان هامان. الشيء الأول، يجب أن تعمل بجد في هذا الأمر. أكيد طبعا الأمور بتبقى صعبة جدا ومشوار طويل، إنك تفرز لعيبة دولية أو لعيبة على مستوى عالي تلعب للفريق الأول، ده شيء صعب. ولكن خلينا نقول ايه التحديات اللي بتقابلك، تحديات اللي بتقابلك في انتقاء المواهب، وزي ما احنا عارفين يمكن صدمه عدم وصول المنتخب الايطالي لكاس العالم للمره الثانيه على التوالي مع ظهوره بمستوى ضعيف في الفترات اللي فاتت، هل هناك نقص في موهبه اللاعب الايطالي ام هناك تخاذل من المسؤولين في الكشف عن هذه المواهب؟ بكل طبع أنت عندك حق، هناك عوامل تساعد على النجاح وهناك عوامل قد تذهب بك إلى الهاوية بالمعنى الكبير أن تفشل، لكن العوامل التي ساعدنا على النجاح، نحن نبدأ بسن 9 وسن 10، بالنسبة لنا هؤلاء اللاعبون هم المنجم الرئيسي المنجم الكبير، يبدأ من 9 و10 سنوات. العوامل هو التعاون، يجب أن نتعاون سويا، ويجب أن يحفظ كل شخص في الأكاديمية دوره الرئيسي، ويجب أن لا يتدخل أحد في عمل الآخر. أنت تريد مني القيام بمهام معينة والقيام بشيء هام، يجب أن تسمعني ويجب أن تتركني أعمل بجد، ويجب أن تتركني أعمل في مكاني وأنت تعمل في مكانك، وكل واحد يؤدي وظيفته. هذه هي العوامل الصعبة التي قد تواجه أي مدير أكاديمية، أن يتدخل أحد الأفراد مثلا في عملك، أن يتم طلب منك طلب شيء يفوق مقدرتك، لأن أنا لدي مدير أكاديمية من 9 ل10 سنوات ثم من 15 ل16 سنة، وهم هؤلاء المواهب، لكن هناك بعض العوامل الأخرى التي قد تواجه المدير أو تواجه الأكاديمية، وهي عملية الصرف. في بعض الأحيان قد يتم من المدير أو مدير النادي أن يبيع اللاعبون، وهذا شيء خطأ. طبعا قدامنا كمان بعض اللقطات من طبعا دي أكاديمية أتلانتا الموجودة في إيطاليا على مستوى تقريبا فريق تحت 18 سنة، لكن خلينا أتكلم معاك بكل أمانة، هل
وجود لاعبين اجانب، يعني بتتكلم على 60% من لاعبي الدوري الايطالي هم غير طليان، مجرد 40% او يمكن 37% هم من اللعيبه يعني من اصول ايطاليه وبيلعبوا في الدوري الايطالي. هل ده كمان بيؤثر على امكانيه او خلق فرص كثيره للناشئين او للشباب الايطال في بلدهم للتمثيل انديتهم وعلى مستوى على مستوى المنتخبات في المراحل السنيه المختلفه لمنتخب ايطاليا؟ انت قمت بتوجيه سؤال صعب جدا. للاسف الجينات في ايطاليا اختلفت. عندما كنا نتحدث في عام 70 وعام 80 كانت ايطاليا مليئه بالمواهب، كنا نصدر اللاعبون الايطاليون لجميع انحاء العالم، وكان الايطالي هو الذي عليه الطلب قبل اي لاعب في العالم. لكن اشياء كثير اختلفت. انت على حق، وجود اللاعبين الاجانب في الدوري الايطالي وفي الكالتشيو اثر كثيرا على عمل الاكاديميات واثر كثيرا على اللاعبون الايطاليون، لكن نحن ما زلنا نعمل ونعمل في جد. لا اتحدث فقط عن اتلانتا الان، اتحدث عن جميع الاكاديميات في ايطاليا. لكن العامل الاقتصادي والمال هو من أثر بالسلب على الأكاديميات. واليوم أنت تتحدث عن الدوري الإيطالي، الدوري الإيطالي للأسف يلاقي صعوبة جدا في جلب اللاعبين الكبار، لأن للأسف البلاد الأخرى مختلفة عننا. اللاعب الإيطالي لديه مقومات وإمكانيات خاصة قد لا تتماشى في بعض الدوريات الأخرى، لكن أنت تتحدث الآن أن هناك بعض اللاعبون الكبار أيضا الذين يقومون بأخذ جنسية أخرى وهم من أصول أفريقية، ليسوا أصحاب جنسية أصلية. لكن نحن فخورين في إيطاليا أن اللاعب الإيطالي يأخذ جنسية فقط إيطاليا. أنا أحترم الجميع حتى لا يفهم أحد الكلام بطريقة خاطئة. أعني أن الذين يتغنون الآن بأنديتهم ومنتخبات بلادهم يعني دعنا أقول لك 70% هم مجنسون ليسوا أصحاب جنسية أصلية، ولكن الجميع يعاني، الأكاديميات تعاني، وهناك شح المواهب كثيرة في أوروبا، لكن إيطاليا دائما عليها سكوب في هذا الموضوع. لهذا لأننا فشلنا في التوالي لكأس العالم، هل تعتقد ذلك؟ كمان على مستوى يعني لو بنتكلم، طبعا واضح جدا ان في كمان في مشكله في طبعا ايطاليا، يمكن نفس القصه عندنا شويه، مشكله يقول لك الكواليتي مش هو نفس الكواليتي بتاع الثمانينات والتسعينات، يمكن في كواليتي اقل شويه. لكن عايز اسالك كمان على عدد المحترفين كمان يعني ايطاليا بتفرز عدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الخمس الكبرى، عدد قليل جدا، ما مش شايفين غير ثلاث أربع لعيبة، بنتكلم في يعني لاعبين ثلاثة بيلعبوا على مستوى البريمير ليج، لكن على مستوى الانتشار يعني ما فيش نفس الانتشار مثلا منتخب سويسرا أو اللعيبة الفرنسيين عندهم انتشار أوسع على مستوى الدوريات الخمس الكبرى. شايف ده إزاي؟ وكمان شايف إيه الفترة الزمنية اللي محتاجها إيطاليا لعودة المجد الكرة الإيطالية من خلال المواهب ومن خلال يعني الأندية والمنتخبات في المستقبل اللي جاي ان شاء الله؟ انت سالت سؤال عظيم وكبير، اريد ان اكافئك على هذا السؤال، لان السؤال الذي سالته دائما ما اساله دائما لجميع اصدقائي مديرين الاكاديميات الاخرى وتحدثت فيه في الاتحاد. وكما ذكرت لك للأسف في الأندية لديهم مقومات خاصة، الأندية لا تصبر أن نخرج العديد من اللاعبين من الأكاديميات، يريدون دائما اللاعب الجاهز. وأنت كما ذكرت هي مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، نحتاج للعديد من الأعوام ليعود الدوري الإيطالي هو الدوري رقم واحد. لكن بالنسبة للسؤال الثاني وهو عدد الأجانب في الدوري الإيطالي وعدد الأجانب في الدوريات الأوروبية الأخرى، كما ذكرت مثلا أن سويسرا تمتلك أكبر عدد من اللاعبين،
لكن هم لديهم مقومات اخرى ومقومات اكثر من اللاعب الايطالي. بالنسبه لي اللاعب الايطالي لا يتماشى في المانيا. العقليه ليس عقليه لاعب كره قدم فقط، ان تتحدث عن شيء مختلف تماما عن ما يريده رئيس النادي او ما يريده مدير التعاقدات. الأندية تريد عمل نتائج، وعمل النتائج لا يتماشى. لكن نحتاج للعديد من الوقت لكي نعود ونفرغ العديد من اللاعبين، والمدة الزمنية ليست بعيدة وليست طويلة لكي أطمئن جماهير إيطاليا في الوطن العربي من خلال قناتكم. خلال الأعوام القادمة القليلة، وأقصد بالقليلة قريبة جدا، ستعود إيطاليا إلى الواجهة، وسيعود الشباب الإيطاليون، وسيعود الأطفال الإيطاليون، وسيعود كل شيء كما كان. ستعود الأكاديميات الإيطالية أقوى الأكاديميات في أوروبا، وسنقوم بتفريغ اللاعبين. الآن يجب على اللاعب أن يتعلم أشياء كثيرة في كرة القدم، وهذه نصيحة أقدمها لجميع الأكاديميات. يجب أن تعلم اللاعب، ويجب أن تعلم الناشئ، ويجب أن يقوم كل لاعب بمهامه في داخل الملعب. لأن إذا كنت تحتاج لاعب نص ملعب يجب أن تعلمه مهام نص الملعب، وإذا كنت تريد مهاجم يجب أن تعلمه مهاجم، لأن هناك بعض العشوائيات في الأكاديميات يقومون بترك اللاعب يلعب كما يريد. طبعا موريتسو، طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق للكرة الإيطالية. احنا مصر دايما بنحب المنتخب الإيطالي، وكل التوفيق ليك طبعا، يعني مدير أكاديمية أتلانتا الإيطالي، بنشكره شكرا جزيلا. ناخد من ده ايه، انا عايز اخد نقطتين ثلاثة من اللي قاله. اولا هو بيتكلم على ان هذا المشروع هو مشروع طويل المدى، يعني مشروع محتاج وقت طويل جدا عشان تكتشف مواهب وتطور هذه المواهب في الأكاديميات، محتاج وقت طويل قوي. تمام. الجزء الثاني اللي اتكلم فيه انه بعض الأندية، وبيقولوا بعض الأندية بتكون عندها عايزة نتائج بسرعة، يعني مش مستحملة تأخير، انه لازم يطلع له 2-3 من قطاع الناشئين او من الأكاديميات عشان يبقى موجود في الفريق الأول ويحقق نتائج. في بعض الأندية محتاجة بتلعب على بطولات ومحتاجه السرعه في الاداء بالنسبه للمشاكل اللي بيقابلها مديري الاكاديميات هناك. ده جزء مهم جدا، انك ازاي تشتغل على الجزئين، انك تشتغل انت مطالب، انك نادي كبير مطالب ببطولات وبتدعم بشكل كويس، لكن كمان لازم يكون عندك اهتمام، واهتمام واضح جدا بالاكاديمي بتاعتك وقطاع الناشئين بتاعك. لان لما بتبني مستقبل او بتبص للمستقبل، انت بتخطط لثلاث اربع سنين قدام. على سبيل المثال لو عندنا مركز مثلا، لو بنتكلم على مركز باك شمال مثلا النادي الاهلي، مركز علي معلول اكتر من رائع، ولكن هل كان التخطيط كان مناسب ان من بدري شويه ممكن نحضر لواحد باك شمال؟ علي معلول بيأدي بشكل اكتر من رائع على مستوى الأداء، على مستوى النتائج كله تمام، لكن البديل دايما لازم يكون البديل. وخد على قيس على كده بعض المراكز، ما بتكلمش عن النادي الأهلي بس، هتكلم على كل الأندية. انت هل عندك بديل؟ عندنا فترات كبيرة جدا جدا ما عندناش راس حربة على مستوى دولي. طب هل الأندية بدأت تشتغل على ده؟ هل قطاعات الناشئين بدأت تشتغل على ده؟ طيب ما عندناش كمان على مشكلة، يعني على مثلا بتكلم على منتخب مصر باك شمال ومنتخب مصر، يبقى بتكلم على أندية في الفترة الأخيرة. يمكن النادي الأهلي بشكل كبير جدا بدأ بشكل خطط بشكل مميز، وطلع ما شاء الله عندنا دلوقتي 3-4 لعيبة كلنا بنتكلم عليهم، وبالتالي عندنا ذخيرة من اللعيبة اللي نقدر نسند عليها الفترة الجاية. لكن بتكلم على موضوع البوزيشن، على موضوع التخطيط من خلال البوزيشن، انك بتخطط، انك بتبص دلوقتي لفرقتك، والله فرقتي كويسه قوي، بس خلال السنتين الثلاثه اللي جايين محتاجين واحد وسط ملعب مدافع مثلا. فتبدا من دلوقتي عندك سنتين ثلاثه تتكلم، وتبدا الاكاديميه تشتغل، وتبدا قطاع الناشئين لو عندك حد دوت مميز جدا، عندك سنتين ثلاثه عشان يطلع جاهز، وبالتالي انت بتجهز لسنتين ثلاثه لقدام. ده مهم جدا انك عندك يكون عندك خريطه لو بنتكلم على الفريق الاول، وارتباطه بالاكاديمي او بقطاعات الناشئين شيء مهم جدا جدا جدا. زي ما بقول لحضراتكم الربط ما بين دوت، زي ما قلت لحضراتكم لسه شايفين اياكس،
اياكس الفريق الاول بيلعب 4-3-3، كل الاكاديميه كل قطاع الناشئين بيلعب بنفس الطريقه 4-3-3. لازم يكون هذا المستوى لازم يكون موجود علشان لما تفرز لعيب يطلع الفريق الاول حتى لو عنده 17 سنه عنده الاساسيات وجاهز جدا للدخول في الضغوط والمباريات وضغوط الفريق الاول بدون اي مشاكل. لسه حديثنا طويل عن الاكاديميات، لسه عندنا امثله كتيره جدا جدا، هنتواصل مع حضراتكم بعد الفصل.